بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد مدير الديوان ممثل الوزير الأول، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الرؤساء وهيئات المنظمات الوطنية، السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتين، السيد الاتحاد العام للعمال الجزائريين اللي يشوف فيه حاضر معنا، وبارك الله فيك على حضورك، شكرا جزيلا. السادة الولاد، السادة رؤساء المديرون عامون سوناتراك وسونالغاز وسونارين والشركات الموجودة معنا في هذا اليوم التاريخي، السادة رؤساء المؤسسات الوطنية والأجنبية الحاضرة معنا، عمال وعاملات قطاع المناجم، الحضور الكرام كل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل الحديث أن أرحب بجميع ضيوفنا الذين شرفونا بحضورهم في هذه المناسبة الطيبة، وأشكركم جزيل الشكر على تلبية الدعوة. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور وتواجدي معكم اليوم لإحياء ذكرى حدثين هامين من تاريخ بلادنا المجيد، ألا وهي الذكرى المزدوجة لتأميم المناجم في 6 مايو 1966، وإنشاء شركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي سونارم في 11 مايو 1967. ينظم هذا الاحتفاء تحت الرعاية السامية للسيد وزير الأول، ولسيادته كل الشكر والتقدير. فبهذه المناسبة الطيبة يشرفني أن أتوجه إلى عاملات وعمال قطاع المناجم بأحر التهاني وأطيب الأماني، شاكرا لهم مجهودات ملموسة في سبيل تطوير القطاع المنجمي منذ هذين الحدثين. إن إحياء هذه المناسبة يتيح لنا أن نقف وقفة إجلال وعرفان لأولئك الذين نذروا أنفسهم لتحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين لقيم التحرير والبناء صرح الدولة الجزائرية المستقلة. ففي هذه الأجواء الاحتفالية بذكرى تأميم المناجم وذكرى تأسيس مجمع سونارم، تستعيد فيه الأذهان معاني التضحية والفداء، وبعث في النفوس روح العمل والجد والإخلاص وأداء الواجب الوطني، حرصا على صون الوديعة وحفظ الأمانة. ضيوفنا الكرام، أيتها السيدات أيها السادة، عشية الاستقلال كان القطاع المنجمي الجزائري محتكرا بين عدد كبير من الشركات الأجنبية التي كانت تقوم باستغلال لمواردنا الطبيعية بصفة غير عقلانية، تتسم بالنهب الثروات والاستغلال العاملين في هذا المجال. هذا ما دفع بالدولة الجزائرية آنذاك والحريصة على إصلاح هذا الوضع بتقويمه باتخاذ قرار تاريخي وهام، تمثل في إعلان عن تأميم كافة الثروات المنجمية في البلاد بتاريخ 6 مايو 1966، وبذلك تأميم الشركات الأجنبية التي كانت تشرف على 11 منجما رئيسيا على غرار مناجم الونزة بتبسة، ومناجم حمام البايل بقلمة، وبقايد بتسمسيلت،
ومناجم سيدي كمرة بسكيكتا، ومناجم الحديد بمليانة، ومنجم الحديد بخنقة المحاد بتبسة، ومنجم مفتاح، ومنجم عين أركو بتلمسان، وعين البربر بعنابة، وكما تلتها لاحقا تأميم شركة كوميفوس سوميفوس حاليا للفوسفات لبئر العاتم. كما يجدر التذكير في هذا في هذه السانحة بمعاناة عمال المناجم آنذاك الذين تعرضوا إلى شتى أنواع الاستغلال والقسوة في كل من منجم زكار بمليانة ولاية عين دفلة، بمنجم القنادسة بولاية بشار، ومنجم الونزة بولاية بسة، أو في غيرها من المناجم. لقد ول هذا العهد واندثر نهائيا منذ أن اتخذنا القرار القاضي بأن تصبح هذه المناجم ملكا للدولة الجزائرية، وبالتالي ملكا للشعب الجزائري الحر، حيث سيطرت الدولة الجزائرية سيطرة فعلية على ثرواتها الطبيعية، وذلك من خلال اتباع سياسة التأمين التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية الوطنية بالجزائر. ضيوفنا الكرام، أيتها السيدات، أيها السادة، في هذه المناسبة نستحضر بإجلال وإكبار قرار بسط السيادة على ثرواتنا وإصرار أبناء الجزائر آنذاك على خوض التحدي وكسب رهان غادات إعلان التأميم المناجم التاريخي في 6 مايو 1966. ولا زلنا نذكر بفخر عزيمة وإصرار هؤلاء الوطنيين المخلصين من عمال وإطارات وكفاءات وطنية التي دفعوا التحدي ومكنوا قطاع المناجم من الاستمرار في الاستغلال والإنتاج وكسبوا الرهانات الكبرى. وإني لعلى يقين بأن الأفاق الواعدة في هذا المجال بفضل رصيد الخبرة والتجربة وتجند إطارات القطاع وعاملاته وعماله لتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة البحث والاستكشاف وتجديد احتياطاتنا المنجمية وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية على غرار منجم الحديد جراج بلاد، ومنجم الزنك والرصاص بوادي ميزور تل حمزة ببجاية، والفوسفات ببلاد الهدبة بتبسة، ووادي الكبريت بسقهراس ممتدا إلى ولاية عنابة. وتجدر في هذا السياق الإشادة بالإنجازات المحققة على الصعيد تثمين وتأهيل المورد البشري باعتباره عاملا جوهريا للنهوض بالقطاع المناجم ضمن توجيهات التزامنا وذلك بالاعتماد على توسيع الاستثمارات في القطاعات حيوية كقطاع المناجم والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للوطن جنبا إلى جنب مع قطاع المحروقات. كما وبفضل عزيمة وإصرار هؤلاء الوطنيين المخلصين، تم في 11 مايو 1967 إنشاء مؤسسة وطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي سونارم، والتي حازت على إرث منجمي الوطني. ومن هذا التاريخ تم تنظيم نشاط المنجم الوطني لبحوث واستغلال الموارد المعدنية حتى عام 1983 عندما تمت إعادة هيكلة سونارم. وللنهوض بقطاع تم وضع استراتيجية هامة تمثلت في تحديد الأولويات الأساسية، من أهمها مراجعة الإطار التشريعي وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برنامج للبحث المنجمي وتطوير وتحديث رسم الخرائط
الموارد المعدنية وإنجاز مشاريع هيكلية كبرى وتنمية رأس المال البشري، وكله في إطار برنامج التي سطرته الحكومة طبقاً لتوجيهات وتعهدات والمتابعة المستمرة والدائمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص بهدف توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم من أجل إنشاء صناعة محلية وخلق الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى تعليمات سيادته من أجل تشجيع وتطوير النشاطات الفلاحية وعصرنتها من خلال توفير مادة اليوريا والأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها عن طريق الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد من أجل ضمان تموين غذائي وطني دائم ومستقر لتحقيق الأمن الغذائي. ونحن كلنا وعي لما يمكن أن يقدمه قطاع المناجم في إثراء العديد من الصناعات التحويلية بمواد منجمية، لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع إلى مستوى أعلى بكثير، فإن تقليص الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات وقيم مضافة لمختلف الصناعات كالرخام والكربونات دو كالسيوم والبريد والفلسفات والكولن والزنك والذهب وغيرها. وعليه أطلقت الجزائر برنامجا هاما لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا من خلال إجراءات ملموسة على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في ولاية جنوبنا الكبير، وكذا المشاريع الهيكلية الثلاث الكبرى. وضيف على ذلك المشروع الأهم وهو مراجعة قانون المنجمي لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة الجاذبية للمستثمرين مع المحافظة على المصالح الوطنية. وفي الختام أجدد التهاني للعاملات وعمال في كل مواقع على امتداد ربوع الوطن، متطلعا معكم جميعا إلى جزائر أكثر ازدهارا وتطورا قادرة بإرادة أبنائها على تخطي الصعوبات. ولعل أفضل تقدير وتكريم لمن ضحوا من أجل الجزائر هو الارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة. وفقنا الله جميعا إلى الخير والصلاح، وأشكركم على كرم الإصغاء.